العودة. فقررنا اليوم نسافر من لوكسمبورغ على ألمانيا على مدينة العودة. ديفيد بيقفل ياي. هذا الفيديو اللي دا تشوفوه فوق هذا كان روتيننا اليومي في سكننا القديم مع مصطفى ستار في لوكسمبورغ، لكن الآن حولونا إلى سكن جديد في فندق وحدنا بروحنا. راح أسوي لكم ريوك، هذا السمون لحم وجبن. شوفي سويت لكم الريوك، بس راح ناكل برا لين يكون معكم وقت. علي تعال تعال. يعني يا جماعة ما راح نروح هسه لألمانيا، راح نروح لفرنسا لأنه ماكو وقت، يرادلنا تقريبا ساعة ونص حتى نوصل هاي المدينة اللي بيها مدينة الألعاب. راح نروح مدينة ألعاب ثانية فرنسا في مدينة ميتس. الطريق من لوكسمبورغ إلى مدينة ألعاب 64 كيلو بس، يعني تقريبا 35 دقيقة، وإحنا قاعدين على حدود فرنسا وبلجيكا. مع الأجواء رهيبة رهيبة رهيبة. أنا كل شيء عش من عشاق عشاق وندن للألعاب. إيش قد أنا؟ 29 يورو للكبار. تقول إذا أنت عجوز عمرك 60 سنة تدفع 24، والصغار من عمر 3 سنوات إلى عمر 10 سنوات 24 يورو. فراح نقول ديك عمره سنتين وعشر شهور راح تجذب عليهم حتى يدخل البلاش. راح جذبت عليهم ودخلنا شخصين وثلاثة. أول ما دخلنا المكان طونا خارطة نشوف شنو الأماكن اللي موجودة بالداخل. فبدنا نشوف الآن أكثر من 35 مغامرة موجودة بالخارطة هذه، فراح نبحث عليها. لعبتي المفضلة يا جماعة. مو لعبة الفنجان، لعبة الفنجان. هاي لعبة كانت موجودة من مدينة العاب العراق، لعبة الفنجان راح اروح بيها. طبعا ما اطفال هسه بيجينا ويا ديفيد حتى بعدين نلعب الكبار ويانا. راح نركب حاليا بالديناصورات، ما اعرف نركب بعربه فيها ديناصورات، وديفيد ديفتي جات فوق انا ديفتي 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 عبالي ما راح اركبه. والان وصلنا على مكان ديفيد المفضل ديناصور ديفيد. اول ما دخلنا استقبلنا ديناصور كبير، عالم كامل ما ديناصورات. راح ندخل ديفيد. واو. الآن ننتظر الصورة هذا اللي ورانا نشوفه وراها راح ندخل. شفنا يا جماعة حالياً ديفيد. ديفيد كامينغ. Woo!
ندخل هسه طبعا لعبه ثانيه هي مال اطفال بعد ما خلصنا لعبه الديناصور رافتنج. كانت طبعا يا جماعه كلش حلوه يعني بالمي وريحه مي طيبه وريحه الاحجار فشي واو. وصلنا ليبن طبعا اللعبه المفضله عندنا هو الرعب. اي شيء بحياتنا رعب. يس all families they have traditional going to eat pizza, going to McDonald's, going to theater. Me and him traditional watching horror movie going بالضبط بالضبط. دائما نحب الرعب يا جماعه, نحب كل شيء, نعشق شيء بيرعب. فلذلك الان that's your favorite. شنو هاي طبعا الالعاب راح اروح لهم بعدين لاني كل الالعاب الخطره هناك راح اروح لهم. بس طلعنا من عالم الديناصورات وراح نروح الى عالم الرعب. راح ندخل ناخذكم جوله في عالم الرعب. انا دخلت وما خلوا ديفيد يدخل لانه طوله اقل من 120 سنتي. فراح انتظر انا تخلص وراها راح ادخل واشوف شو صار. واو مكان يحرك ما نقدر نمشي ولا اقدر امشي بمكان ووجه. جاء وقت نجرب السبيس شوت. هذا شلاك يساعدك للقمر. والله انطلقت يا جماعة بالفضاء. ننصحكم اي ناس تجي في اي مدينه العاب اي مدينه مائيه دائما ايام الاسبوع لا تروحون على مود الزحمه تكون كلش موجوده, فما راح تقدرون تركبون كثير شغلات. لذلك ما انصحكم تروحون بايام الاسبوع. الان لعبه في شيء خطر مره واحده تتقلب بكم بالسماء والان راح تكون اول مجربه. شلون كانت اللعبه دي؟ هاي واز فيل باوي حد الان خايف 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 ما مصدق انه هي رقبت هاي اللعبه. يعني من احلى الالعاب اللي لعبتها لانه شنو فشي بماي والجو حار. فانصحكم ما تشيلوا الثينج انا. الان راح ندخل على اللعبه الاخطر الاناكوندا يا جماعه. واو اكبر سكه موت موجوده
في مدينة بيتس راح نقولها الآن. أخطر لعبة في حياتي يا جماعة، أخطر لعبة يا جماعة. طبعا أنا بأخطر لعبة راحت راح تتجنن. Come David. David, where am I going? What do you feel? باع شعرها يا جماعة. باع شعر. شنو؟ Crazy game. باع. لا تعليق. صارت بشوك، دخلت بشوك، شوفوا صار. That was amazing. حاليا راح نلعب لعبه ويا ديفيد اوف عوانيه لكن مع الصغار. ركبوا الان. بابا ديفيد شنو هذا جود؟ اوكي انجوي. شوفوا يا جماعة هذه أكلة مكسيكية اسمها تشوس، عبارة عن سويت، فأول مرة راح أجربها. You tried before? No. No. زوجتي من أول مرة راح أجربها، فراح نشوف شنو الطعم. مشهورة بالمكسيك. Thank you. I think they give me too much. يمكن أعطوني الأوردر غلط يا جماعة، أنا طلبت بس أربعة عادي. They give me too much. أنا راح أجربها. شنو الطعم؟ So sweet or tasty or what? Tasty? Really? David. أخذ. عبالك كاهي. عجينة حارة. بيها شكر. David. David. إيش؟ حتى يوصلكم كل جديد. ويا جماعة إذا يعجبكم هيك محتوى وهيك فيديوهات نسوي لكم سفرات دائما في مدن الألعاب أو في أماكن سياحية، اكتبوا لنا بس بالتعليقات حتى ننزلكم بنفس هذا المحتوى.